هاد المشكل هذا نهضوا الناس على الصباح على الساعه 9:30 صباحا ولا 10 لقاو ديك الطابيه ديال الموبل نزلات. وهاد المشكل هذا كان عندنا مطروح مع المقاول هذه واحد العام ونص هو مطروح. هاد المشكل هذا غير طرا اليوم، اما راه كاين مشكل في جي اش 15 وفي 23 وفي 14 وفي 20 وفي 12، بمعنى المجمع السكني ديال جواره كله ما فيهش قنوات صرف صحي، بمعنى الزنقه كلها اللي كتشوف من راس الراس ما فيهاش روكار. بغينا نعرفوا حنا هاد الماء فين كيمشي، الماء فين كيمشي، بحكم اننا كمجتمع مدني ولا كاع كاتحاد ملاك درنا الشكايه للسلطات. خبرنا السيد من ابتداء بالسلم الاداري، السيد قائد الملحقه، السيد رئيس الجماعه، السيد العامل، السيد رئيس جماعه الدار البيضاء، السيد الوالي، السيد وزير الداخليه، جميع المصالح المختصه خبرناها. على اطار هذا دارت واحد اللجنه، جات اللجنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، داروا المحاضر كيتبتوا وكيقولوا في هذه المحاضر كمسؤولين في هذه الكوميسيون كيقول لك انه هناك تسرب المياه العادمه في لي ريتشوسي، بمعنى كاين المشكل. طلبوا الدار خبره، هذه الخبره خاص السيد العامل، خاص السيد العامل هو اللي غوفيرون صاحب الجلاله اللي فرض على المقاول باش يدير ديك الخبره، حيت هاد الناس هادو راه باعلهم بالنوار، راه الكل عاطي 9 كل عاطي 7 كل عاطي 11، دابا حنا النوار ما كندويوش عليه، بمعنى حنا المشكل ملي جينا سكننا كنصحابو راه الواد حار كاين، الواد حار ما كاينش، الواد حار راه ما كاينش. انا كنقول لك دابا دور معايا دار بدار غنعطيك لي روكار في لي ريتشوسي في لي زابارتومون. وهاد الناس هادو هنا سكننا الله سكننا حنا 3 سنين، حنا الله ساكنين 3 سنين، حنا راه ما ساكنينش 20 عام ولا 10 سنين، بمعنى 3 سنين سكننا في 2012. هاد الناس هادو كيفاش عطاوهم لا بيغمي دابيتي الناس المسؤولين، حيت هادشي كان اختصاص مجلس المدينه، شكون اللي عطاه لا بيغمي دابيتي هاد المسؤول هذا عطاه؟ او ليديك الوكاله الحضاريه والصرف الصحي والوقايه المدنيه ديال الكوميسيون، كتكون واحد اللجنه مختلطه كبيره في 20 واحد ولا 18 واحد باش كتعطي لاكوميسيون باش ان السيد يبيع. وفي الاخير حنا كنتفاجئوا قنوات الصرف الصحي ما كاينينش، وهذا المشكل ديال قنوات الصرف الصحي كيشكل خطر ماشي على الناس الكبار البالغين، حتى على الاطفال الصغار. ديك الريحه راه ملي كتحبس الروكار هنا راه كتطلع للطواليت كيخرج داك الشيء كامل. انا بغيت نعرف داك الشيء اللي كيمشي، داك الشيء اللي كيهبط، داك الشيء اللي كيهبط فين كيمشي؟ انا عطوني غير عطوني تفسير، ها تفسير، يجيو الناس ديال اللي يديك ولا مسؤولين، داك الشيء اللي كيهبط فين كيمشي؟ نحلوا لهم القادوس اللي كاين، القادوس اللي كاين نحلوا ونشوفوا هاد الناس، نقول لهم خول الماء، نقول لهم خو كاملين خول الماء ياك، ونشوفوا هاد الماء فين غيمشي. واكثر من ذلك، اكثر من ذلك كاين بوطو فيه 5000 واط ولا 7000 واط ديال الضوء اللي كيفرق الاناره، اسمح لي، اللي كيفرق الاناره على الساكنه ديال 14 وال 15 وال 16 وال 23 كله تحت واحد البنايه. وهل يعقل بوطو ديال الضوء فيه 7000 واط تحت بنايه؟ راه ما كايناش، راه لا يمكن. واكثر ذلك حداه الماء، دايز معاه الماء، بوطو ديال الضوء حداه الماء، ما عرفتش هاد الناس كيفاش. وحنا هاد الشكايات ها هما كاملين عطيناهم المصالح المختصه. هاي الشكايه السيد وزير الداخليه اللي عطينا ليه، هاي الشيا والشكايه، اسمح لي اسمح لي، والشكايه السيد رئيس الجامعه الدار البيضاء، هاي الشيا هاي، والشكايه السيد الوالي، هاي خبرناهم وعام حنا كنخبروا فيهم، هاهم الشكايه السيد الوالي، الشكايه السيد رئيس المقاطعه، هاي هادو المحاضر، المحضر الاول، المحضر الثاني، المحضر الثالث. واكثر من ذلك مشينا حنا حاولنا كساكنه، جبنا الال بي 2 او، هايا جبنا المختبر جبناه باش يدير لنا واحد الدراسه، حسب لنا 42000 درهم، 42000 درهم حسب. واش هاد الناس كاين اللي الله يحسن العون دار مع الطريق غيخلص 42000 درهم باش دير خبره؟